حدا بيقدر يرجع من هالمكان. لو شو ما حاول يعمل، لو شو ما عمل، لو شو ما عمل، لو شو ما عمل، لو شو ما عمل. امتى ما اخدت الساحرة دامر وقرارها بيكون نهائي 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 نهائي. عن جد؟ شو بتعملوا بالأطفال اللي بيجوا لهون؟ ما فيكن تخبروني؟ ما بتعرف شو بنعمل فيهم؟ نرجع منبيع أعضاءهم، منبيع أعضاءهم، منبيع أعضاءهم، منبيع أعضاءهم. فهمت؟ هن بيخطفوا الأطفال وبيخلوهم يشتغلوا، بعدين بيرجعوا بيبيعوهم. انت وياه بس بتقدروا تبيعوني وقت يلي بتلقطوني. لطو لطو مانجو يلا بسرعة. لطو 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 مانجو لطو بعد يا غبي. بعد ليكو ليكو تعال هون تعال هون. مانجو لوتو يلا. مانو انت رجعت عن جد؟ انت رجعت بعد ما اكلك الاسد؟ ما حدا بيرجع اذا اكله الاسد، بس هاد يلي هون مانو اسد حقيقي وما كانت الا صورة. شوفوني انا عايش واقف قدامكن كلياتكن. لا تخافوا، هن عملوا هيك بس حتى تخافوا. طلع في غرفة تانية ورا هالصورة وانا شفت كل شي هنيك جوا، بس بالواقع الحقيقة هي انه هنن بيخلونا نحنا نشتغل بيرجعوا بعدين بيخترعوا هاي القصة الغبية انه الاسد يلي رح ياكلنا، وبيكونوا اخدونا للغرفة التانية، بعدين هنن بيرجعوا بيبيعونا.